السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. خبر جميل وخبر رائع، وبصراحة عندما قرأت الخبر أول شيء بدر في انتباهي هو أنتم. يجب علي أن أعطيكم هذا الخبر. 200,000 فرصة عمل تنتظر من يعيش في ألمانيا أصدقائي، فرص كبيرة لكم كمهاجرين، فرص كبيرة لكم كلاجئين، فرص كبيرة لكم كأجانب. استغلوا الفرصة، وعلى الأقل قدموا لشركة السكة الحديد للقطارات، شركة دوتشو بان الخاصة بالقطارات، واحدة من أكبر الشركات الألمانية، هي شركة حكومية أصدقائي. كما قلت لكم، في حاجة في ظرف الخمس سنوات المقبلة إلى 200,000 عامل في أمور متعددة وأمور كبيرة، من سائق للقطار، من أيضا الموظفين الذين يشتغلون داخل القطار، الموظفين الذين يبيعون بطاقات القطار، الموظفين الذين يشتغلون في محطة القطار في البنهوف، الموظفين الذين يعملون في المكتب، الموظفين الذين يعملون في المطاعم التابعة لشركة القطار. فرص كبيرة للعمل. لا تقولوا لي لن يأخذوني، لن أحاول. لا 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 لا، حاولوا أصدقائي، حاولوا. سأريكم في هذا الفيديو المصدر بطبيعة الحال من الصحافة الألمانية، سأريكم المرتبات التي يمكن إن شاء الله أن تحصلوا عليها عندما تدخلون إلى هذه المهنة، وسوف أريكم كيف تجدون وتبحثون في مدينتكم وتبحثون في منطقتكم. ما يهمني أنا هو أن تحاولوا. هذه السنة، سنة 2019 فقط، يبحثون عن آلاف من العمال. سنة 2020 نفس الشيء، سنة 2021 نفس الشيء. يعني إذا لم يأخذوكم هذه السنة، يمكن أن تؤسسوا وتقووا لغتكم الألمانية وتدفعون السنة 2020. ده لم يأخذوكم سنة 2020، يمكن أن تدفعوا 21. ده لم يأخذوكم في 21، أيضا في 22. المهم أنا عندي أن تحاولوا. بروبيغن بروبيغن بروبيغن، محاولة محاولة محاولة. إذا أصدقائي، فلنذهب إلى الكمبيوتر لكي أريكم ماذا يطلبون. مرتبات رائعة، مرتبات جميلة، بداية من 35,000 يورو في السنة، وممكن في بعض المرات تصل إلى 40,000 يورو في السنة أو 50,000 يورو في السنة. لا تضيعوا هذه الفرصة. قبل أن نبدأ أصدقائي، إذا كنتم لم تشتركوا معنا بعد في القناة، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس كي يصلكم دائما الجديد، جديد ألمانيا وجديد أوروبا. كما تلاحظون أصدقائي، المصدر أحضره لكم من جريدة بيلد الألمانية، وتعنون بأنه يعني شركة القطارات الألمانية دوتشو بان تبحث عن آلاف الموظفين بمجالات متنوعة. وكما تلاحظون هنا أصدقائي، بأنهم يرغبون في الخمس سنوات المقبلة تشغيل يعني 200,000 شخص، وفقط في هذه السنة يخططون لإدخال 24,000 شخص أصدقائي، والسنة المقبلة نفس الأمر كما تلاحظون. الآن سوف نمر إلى المرتبات والمهن التي يبحثون عنها. يبحثون في مهن متنوعة أصدقائي، كما تلاحظون يبحثون في لوك فيغا، وهو سائق القطار. الشخص الذي يسوق القطار هو لوك فيغا، ولوك فيغا يأخذ مرتب 38,000 يورو بروتو في السنة، إذا كان القطار يعني قطار نافيركي صغير. وإذا كان القطار السريع، يكسب الشخص 50,000 يورو بروتو في السنة. بالنسبة للمرافق داخل القطار، يكسب أصدقائي مرتب بين 34,000 يورو في السنة بروتو إلى 46,000 يورو في السنة بروتو. بالنسبة للمهنة الثالثة التي يبحثون فيها أيضا على عدد كبير من الناس، هما بورد غاسترونومن، يعني الأشخاص الذين يشتغلون، تعرفون كل قطار لما يكون القطار السريع يكون دائما فيه مطعم بالداخل، وفي ذاك المطعم يحتاجون إلى ناس يعملون هناك،
وهم يحتاجون يعني المرتبات تكون بين 33 ألف يورو بغوتو في السنة إلى 37 ألف يورو بغوتو في السنة. الناس الذي يشتغلون في البانهوف داخل يعني يشتغلون في البانهوف في محطة القطار ويعطون معلومات للزبناء، يعطون معلومات للمسافرين، يبيعون البطاقات، يرشدون الناس. يعني إذا رغبتم أن تشتغلوا فقط داخل محطة القطار يحتاجون إلى ناس، والمرتبات تكون بين 34 ألف يورو في السنة بغوتو إلى غاية تصل إلى 46 ألف يورو بغوتو في السنة. يحتاجون ايضا الى غايز كون هذا كنت بتخويا، هذه الكنت بتخويا اصدقائي يعني الذين يكونون مع الناس. ايضا هناك غايز بغاطه، غايز بغاطه من يبيعون من يبيعون البطائق يعني بطاقه القطار كما تلاحظون داخل محطه القطار، يكسبون بين 31 الف يورو الى غايه 39 الف يورو في السنه. غلايس باوا من يبنون السكة الحديد يعني كعامل لبناء السكة الحديد، الشخص يكسب بين 34 ألف يورو في السنة إلى 42 ألف يورو في السنة. فادين سلايتا يعني من يتحمل المسؤولية ويصبح شخص عنده مسؤولية كبيرة هناك ومسؤول على مجموعة من العمال، يبتدئ مرتبه بين 33 ألف يورو في السنة إلى 50 ألف يورو في السنة. أما الناس الذين يشتغلون في التقنيات، المجال التقني والتشنيك وإلى آخره، فهم يأخذون بين 37 ألف يورو في السنة إلى 52 ألف يورو في السنة. كما تلاحظون المرتبات هي مرتبات بغوتو وهي مرتبات رائعة ومرتبات جيدة. إذا سألتم عن اللغة، اللغة بطبيعة الحال مهمة، ستصل إلى البيت سفاي على الأقل، من عنده البي اثنين بيت سفاي يستطيع بطبيعة الحال التقديم على هكذا مهن. هنا صفحة الكارير أصدقائي، كما تلاحظون هنا للناس اللي عندهم خبرة، الناس تلاميذ، وهنا للطلبات الجامعات، وأيضا الناس الذين ليست عندهم خبرة في هذا المجال يمكنهم أيضا أن يدفعوا، يبحثون أيضا على ناس تعمل أوس بيلدونج أو تدرس عندهم أصدقائي، تضغطون على هذا المكان أو يرغبون أيضا بالتعرف على عدد كبير من الناس، تضغطون على هنا وهنا سوف تجدون ما يسمى بالمس، يعني يعملون مس. مثلا ستكون مثلا في مدينة أولم، سيعطون معلومات على الأوس بيلدونك كما تلاحظون في مدينة أولم، معرض هنا تضغطون عليه وتحصلون على المعلومات. مدينة مثلا في مدينة ميونشن أيضا أصدقائي من هذا الجانب، أيضا لمن يعيش في مدينة هامبورغ كما تلاحظون هامبورغ أيضا سيعملون معرض هناك في مدينة هامبورغ أو في مدينة برلين أصدقائي، مدينة كيمبتن، مدينة كولن، يعني هنا يمكن أن تحصلوا على المعارض في كل ألمانيا. وكما تلاحظون صفحات متنوعة لكل مدنكم، أو تكتبوا هنا وتبحثوا هنا عن مدينتكم كما تلاحظون بنفس الصفحة في هذا المجال، تكتب تكتبون اسم مدينتكم وسوف يأتيكم المعرض القريب من مدينتكم. بالنسبة للناس الذين ليست عندهم خبرة يمكنهم أيضا أن يدفعوا بطبيعة الحال، يبحثون كثيرا على ما يسمون بكفير أينشتايغا، والشخص الكفير أينشتايغا هو الشخص الذي ليست عنده خبرة كما تلاحظون. عندما نضغط على هذه الصفحة بتاع بيغوفس إرفاغن، كما تلاحظ بيغوفس إرفاغن ضغطنا عليها فجاءت هذه الصفحة الكاملة. إذا ليست عندكم خبرة في هذا المجال فأنتم كفير أينشتايغا. كفير أينشتايغا هو الشخص الذي ليست عنده خبرة نهائيا، يبحثون عن أشخاص ليست عندهم خبرة نهائيا أصدقائي. اضغطوا على كفير أينشتايغا، عندما تضغطون على كفير أينشتايغا سوف تأتيكم جميع المهن الخاصة بالكفير أينشتايغا. كي تتوصلوا بالمهن تضغطون على جوبس فيو كفير أينشتايغا، يعني العمل للأشخاص الذين ليست عندهم خبرة. بعد ذلك سوف تأتيكم هذه الصفحة، وفي هذه الصفحة يبحثون على ناس ليست عندهم خبرة، مثلا ناس
يبحثون على سائق للقطار، ليست عنده خبرة، هم سوف يعلمونكم. يبحثون على مراقب، يبحثون على يعني هناك مهن متنوعة أيضا، يعملون أيضا أم شولونغ للسيكيوريتي، لازمهم ناس تعمل في السيكيوريتي، حتى اللي ما عندوش خبرة في هذا المجال ممكن أن يقدم. تسوق بجلايتا مرافق للقطار بمدينة هانوفر، ما عندكش خبرة عادي قدم. لا تنسوا أصدقائي، الحاضر يخبر الغايب، لذلك أصدقائي انشروا الفيديو وأيضا أخبروا أصدقائكم بهذا الأمر، وأخبروا أصدقائكم وأهلكم وعائلاتكم أيضا بأن يشتركوا معنا في القناة ويفعلوا الجرس كي يصلهم دائما ويصلكم أيضا الجديد. شكرا على المتابعة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله، وإذا سمعت أي شيء جديد سوف أخبركم به أولا بأول أصدقائي. تحية طيبة، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.